بلعب في اكبر نادي في افريقيا الزمالك المصري مع اعظم واوفى جمهور، و دلوقتي انا لعيب في نادي اتحاد جده اكبر نادي في اسيا مع اعظم واوفى جمهور. شرف كبير لي ان اكون لاعب في نادي اتحاد جده. بالمناسبه انا شخص محظوظ جدا لان كنت بلعب في اكبر نادي في افريقيا الزمالك المصري مع اعظم واوفى جمهور، و دلوقتي انا لعيب في نادي اتحاد جده اكبر نادي في اسيا مع اعظم واوفى جمهور. خرجت من نادي كبير وذهبت لنادي كبير. شكرا.